راديو. إذا مستمعينا الكرام رجعنا معكم فقرة التريكات والحركات، واليوم غادي نعطيكم بعض التريكات ديال مطبخ نظيف. أيوة، أول حاجة غنبداو بها هي الشواية ديال الفران اللي ما كتبغيش، أو الشبكة ديال الفران اللي ما كتبغيش تنضاف، كنقيلو نحكو فيها تيدنا كي تحطو. تحية العبودي أخويا اللي بيجي حكها لي من آخر الدنيا حبيب قلبي. اذا باش يعني واخا كنحكوها بالحلفه ديال ما كتزولش ويدنا كيتقصحوا، حنايا كنمسحوا داك الشبكه ولا الشوايه. غادي ناخذوا جوج ديال الفرشاه ديال الاسنان، غادي ناخذوا جوج، وغادي ناخذوا لاستيكات اولا جبابد، وغادي نربطوا، غادي نعلقوا جوج ديال الفرشات هيدا ياك مقابلين بعضو. اها، وغادي نعلق وغادي نلويو داك الستيكات فيهم، يعني الفرش ربطهم. الفرش هتكون لاصقه في بعض فوالا ياك. ايوا بالضبط، وبعدين نربطهم باللاستيكات دول فوالا بالضبط. اوكي، وغادي نستخدموا الصودا ديال الخبز مع شويه ديال الخل اولا مع شويه ديال الصابون اللي كنغسلوا به الاواني ولا عادي يعني، ونبقاو نحكوا داك يعني الفلاي. كل شبكه يعني كل يعني هي غتدي لك شويه ديال الوقت، ولكن غتحافظ على يدك جميع الاحوال، يدك غتخرج سليمه من الموضوع، يعني ما تبقاش تينا وداك الحلفه مره تزلق لك مره تحك بيدك مره كل مره شنو يوقع. غادي ناخذوا فوالا، غادي ناخذوا، وباش تسهل العمليه ديال انها تنضاف بزاف، غادي ناخذوا الصودا ديال الخبز مع شويه ديال الخل اللي عنده الفران قوي، ويعني يعني داك الشبكه غادي تستحمل شي تحك بشي حاجه اخرى، اللي بالخل مثلا او الليمون او شي حاجه. اللي ما عندوش يعمل غير الصودا ديال الخبز مع شويه ديال الصابون ديال غسيل الاواني ويحك بهم، صراحه النتيجه ديالها فعاله. نعم، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، غتاخذ لك شويه ديال الوقت. لا ولكن انا قصدي في الحك باش تنظف ولا لا ما غتاخذ لكش الوقت ديك الساعه، بالعكس. ولكن غتاخذ الوقت حتى شتينا غتحك ديك الساعه حديده بحديده. أوكي، يعني هذاك اللي غدير لك الوقت، ولكن غادي تحافظ على اليد ديالك. تمام، نمشي للتريكه الثانيه، وهي الروائح الكريهه اللي كتكون في الالات ديال غسيل الاطباق، يعني الماشين اللي كنغسلوا فيها الاطباق ديالنا. بعض الاحيان كتكون فيها واحد الريحه يعني غير محبده، ويعني وخايبه بتاعت الماكله وديك الشيء وكتطلع بزاف وكتبقى حتى في القشوع بعض الاحيان. فاحنا باش نتخلصوا من هذه الريحه، غادي نستخدموا صودا ديال الخبز او بيكربونات صوديوم، يعني اللي متوفره في هذه الجوجه، وغادي ناخذوا الخل، وغادي نوضعوها في حل بخاخ او رشاش، وغادي نرشوا الاله من داخل، يعني الماشين غادي نرشوها من داخل، نفتحوها وهي خاويه ونرشوها، هي خاويه ما فيها لا طبسيل لا مشكله حتى شي حاجه، هي خاويه، غادي نفتحوها مزيان وغادي نرشوا بالبخاخ اللي عملنا بكربونات الصوديوم او صودا ديال الخبز مع الخل، وغادي نخليوها واحد شويه، يعني واحد 5 دقائق، يعني ماكسيموم 5 دقائق، ومن بعد نعملوها تخدم في حالها تغسلنا الاطباق، ولكن بالماء سخون ماشي بالماء بارد، يعني نرفع يعني درجه الحراره فوالا، نخليوها تخدم في حالها نغسلوا الاطباق ديالنا فيها عادي، ولكن بالماء سخون ماشي بالماء بارد، باش الماء سخون غادي يزولنا داك البيكربونات والخل وكلشي اللي عملنا، يعني اي زيوت كاينه تما غادي تمشي نهائيا. تمام، غادي نمشيو للحيله الثالثه، وهي في بعض الاحيان الخلاط الكهربائي ديالنا ما كيبغيش يطحن، السنان ديالو كيحفاو الخلاط اللي كنطحنوا فيه العصير وداك العصير وداك الشيء، بعض الاحيان السنان ديالو كيحفاو ما كيبقاوش يطحنوا مزيان، او يعني بعمره حتى ملي كنطحنوا العصير كيبطلوا لنا الطروفه ديال الفواكه. شنو نعملوا في هذه القضيه؟ غادي ناخذوا قشور ديال البيض وغادي نكبوهم تما، حيت 3 ديال البيضات غير قشور ديالهم، ماشي بيض بالصفار كلشي، غير قشور، يعني نسلقوا بيضات نخبعوا داك القشور ونخبعوهم اولا نعملوهم في وسط الطحانه ونعملوها الطحان تيتفرتت، داك غترجع بحال غترجع ماضيه داك. نعم، دي انا راجلي وشافني بحط قشور البيض فيها يجري يجري عليك تينا والخلاط. والله العظيم لا صراحه القشور ديال البيض كيمضيو داك السنان ديال الخلاط الكهربائي، كترجع عاود حتى هي، حتى الا بدا كيجيه فيها شي دره شويه قشور يعني ديال البيض كيحيد منا اي حاجه ماشي مزيانه وكيمضي السنان ديال السكاكين. اوكي، نجرب هذا تكون دار خاويه. انا نعطيك واحده تجربه حسنان، اللي هو قاعد مقلي اللي كيكون كحل. ابوس ايدك اعتقيني. شحال تعطيني يا لالا؟ 5 دراهم. شري لي مقلة. اذا داك القاع ديال يا الطناجر
يا المقالين اللي كيكونوا كحل يعني بسبب الزيت والقلي وتعرض للحراره بعض الاحيان يعني كيتحرقوا لنا داك القيعان ديال المقالي. فغادي ناخذوا صودا ديال الخبز. اليوم صودا الخبز هي الراعي الرسمي يعني ديال اللعلع ديالنا فوالا. صودا ديال الخبز والملح. غادي نرش اول حاجه ملح، ملح عادي، ملح اللي كنطيبوا به، ملح عاديه غادي نرشوا. غادي نرشوا فوق من الصودا ديال الخبز، وغادي نجيبوا الخل. غادي نرشوا الخل حتى هو، وغادي نخليوه واحد شويه غير نص دقيقه يعني 30 ثانيه، وغادي نوضعوا عليه السربيته او واحد الدره اللي غادي نقدروا نسيبوها من بعد يعني ما نحتاجوها شي مره اخرى. تمام. غادي ننزلوها وغادي نعاودوا الخل من فوق داك السربيته مزيان اولا الحلفه ديال السلك، وحده فيهم يا السربيته يا حلفه السلك. غنرشوا ملح مورها الصودا ديال الخبز مورها شويه ديال الخل. غنزلوا واحد السربيته عليها واحد مهم نقولوا حتى دقيقه حنايا كاع ياك، اولا الحلفه ديال السلك، ومن بعد غادي نعاودو ملي غتكوز ديك الدقيقه غادي نعاودو الخل اخر يعني غادي نزيدو نفزقوها بالخل، وغادي نحكو يا بالحلفه ديال السلك يا بديك السربيته اللي ما غنعاودوش مره اخرى نستخدمو حيت الشيء اللي غتزولنا داك الاوسخ كامله وديك الحليه كامله. وغادي نحاولو نحكوها ما امكن يعني الى امكن يعني نقلبوها على شويه العافيه يعني ديك الخل مع جدوب. لا مع الخل مع داك الملح باش يدخلوا مع بعضياتهم يتغلغ. ايوه يعني تبدا تبقبق غير شويه يعني ماشي بزاف، ونحاولوا نحكوها وهي باقا سخونه ماشي طيبه تتحرقوا يدكم طبعا، ولكن هي باقا سخونه يعني نحاولوا نحكوها. من الاحسن بالحلفه السلك يعني تكون غليطه الحلفه السلك، نحكوها مزيان ومن بعد نغسلوها. وصراحه حتى هي كتجي سينك سينك صافي. انا عيط لعبودي يقرب لي هذه التهيه ولا قرب لي هي العبودي. غادي نمشي والاخر تريك معانا اليوم في الحلقه، وهو لافابو اللي في بعض الاحيان كنكونوا طيبنا الماكله فيها ليدن بزاف. لافابو مسكين يعني نهار كامل هو ما تغسلش مثلا، اولا على يومين ما تغسلش، وديك لافابو واخا كنحكوه بالماء والصابون ديك ليدن كيبقى لاصق فيه ما كيبغيش يزول، عاود كنعاود الماء والصابون ما كيبغيش يزول. غادي نستخدموا الطحين. غادي ناخذ واحد الكمشه هيدا الطحين واحد الحفنه ديال الطحين، وغادي نرشوها على اللافابو ديالنا ونستنى واحد شويه واحد دقيقه جوج دقائق. غادي نخليوها هيداك جوج دقائق ومن بعد نبداو نحكو بالحلفه ديال اللي كنغسلو بها القشوع ديالنا، وغادي نحاولو بحق تكون يابسه ونحاولو بحال نمسحو، ولكن تكيو على ديك الالومنيوم ديال اللافابو تكيو عليه مزيان. لافابو د القشوع ديال ماشي ديال الحمام وديك الشيء، لا لا ديال القشوع في المطبخ دابا. ايوا في المطبخ غادي نحاولوا هو يابس ديك الفرشه يابسه، وحنا كنحاولوا نحكوا بالجهد يعني نستخدموا شويه ديال القوه. ومن بعد نغسلوا نحاولوا نفطوا ديك الطحين مزيان، وعاد نحلوا الماء ونغسلوه. غتجبر ديك ليدام واي حاجه جبرت ديك لافابو غير جا بحال شريته نهار جديد كيبرق هيا. ثانكس هذه جربه ورد عليها اول ميده من لافابو بتاعي اعملها. تحيه لعبودي جربت هذه حبيبي كله مقيد لي جرب لي متركات والحركات ورد علينا. اذا كانوا هادو متركات والحركات ديالنا ديال اليوم، هضرنا على كيفاش ممكن نغسل الشويه ديال الفران، وايضا الروائح الكريهه اللي كتكون في الاله ديال غسيل الاطباق، وايضا الى حفنا الخلاط الكهربائي ديالنا كيفاش نقدروا نمضيو الاسنان ديالو، ايضا القاع ديال المقلي اللي كيكونوا كحل كيفاش نقدروا نبيضوهم، واخر حاجه كانت معنا هي كيفاش نرجعوا لافابو ديالنا كيشعل.